بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. After we studied the meaning، بعد أن درسنا معنى الزكاة، آسف، معنى الربا، ولماذا حرم الربا، ونظرنا إلى القضايا الأخرى التي تتعلق أيضا بابتكار عقود تمويلية جديدة، لاحظنا بما في ذلك الغرر وما هو الغرر ولماذا نتجنب الغرر، وقضايا بيع ما لا يملك وإلى آخره. بعد أن ناقشنا كل ذلك، لاحظنا أن بناء على هذا الفهم، يمكن أن نصدر منتجات مالية جديدة، وفي الحقيقة أيضا هنالك منتجات مالية جديدة، بمعنى عقود جديدة لم تكن مألوفة في الماضي، وهذه العقود تتعلق أو ترتبط بصورة رئيسية بأمرين، أولهما إدارة السيولة في البنك الإسلامي نفسه، فهي تصلح لكثير من إدارة السيولة في البنك الإسلامي، وتصلح أيضا لإدارة السيولة في الشركة التي تتعامل مع البنك الإسلامي. وهذه العقود أيضا منها ما يصلح لتمويل بصورة خاصة المشروعات الجديدة والبنية التحتية من مشروعات كبيرة في أي اقتصاد. نناقش اليوم أمثلة من هذه المنتجات المالية الجديدة، وسنلاحظ فيها، سنناقش هذه الأمثلة الستة كما ترونها على الشاشة: المرابحة بالسلع الدولية والمحلية، المرابحة المعكوسة، خط ائتمان بالمرابحة، الاستصناع التمويلي، ابني استثمر ثم انقل، بي او تي، المعروف على أنه بي او تي، وكثيرا ما يسمونه بالعربية أيضا بوت، المتحدثون بالعربية، وأيضا السحب على المكشوف ومبادئه كيف يمكن أن يعالج من الناحية الإسلامية في التمويل الإسلامي. لنذهب لمناقشة هذه الأمثلة بسرعة، ونرى المرابحة السلعية. المرابحة السلعية يمكن أن تكون مرابحة صحيحة مشروعة بكل معنى الكلمة، تستعمل من أجل إدارة النقدية في البنك الإسلامي، ويمكن أيضا أن تكون كما لاحظنا، كما تسمى كوموديتي مرابحة، تستعمل بمعنى التورق، وهو أمر غير جائز. فهو ترتيب للشراء نقدا من سوق السلع والبيع فيه بالأجل. هذا الترتيب يعني ذلك أنه وكأنك تأخذ عائدا على تمويل، عائدا ثابتا مسبقا على التمويل. هل يجوز ذلك؟ هناك من يقول إن فكرة العائد الثابت المحدد مسبقا غير جائزة، مع أن هذا في الحقيقة غير صحيح، لأن البيع يعطيك عائدا ثابتا محددا مسبقا عند عقد البيع، وهو جائز، الربح فيه جائز، فالمرابحة بيع. ففي البيع إذن فكرة أن ثبات الإيراد مسبقا أنها فكرة غير مقبولة في الشريعة، هذه فكرة غريبة جدا عن الشريعة، قالها كثير من الكتاب المعاصرين لجهلهم بالقضايا الحقيقية للتمويل الإسلامي. ومن ذلك مثلا
أنهم فسروا آية تحريم الربا نفسها على أنها إباحة للبزنس للمتاجرة وليست إباحة للبيع. تهربوا من كلمة البيع، لأن البيع تتضمن ربحا محددا مسبقا، يعني تبيع بثمن ينبغي أن يحدد في وقت العقد وليس بعده. فالبيع يتضمن معنى في الربح محدد مسبق، وهم تهربوا منها وترجموا حتى الآية 275 في القرآن الكريم، وأحل الله البيع وحرم الربا، ترجموها أنه God made business permissible and ربا not permissible. It's not business، ليست business. هنا الكلمة هي بيع، والبيع بيع، البيع غير البزنس. البزنس هو مجموعة بيوع ومجموعة أعمال مع بعضها، وليس فقط بيع. البيع معاملة واحدة، عقد واحد واضح. إذا المرابحة السلعية، لنرى كيف تكون المرابحة السلعية في إدارة السيولة في بنك إسلامي مثلا، تكون مرابحة غير مشروعة وتعني الفائدة في الحقيقة، الإيراد فيها يكون فائدة بمعنى أنه ربا محض كما قال مجمع الفقه الإسلامي. بنك إسلامي لديه بعض المبلغ زائد يحتاج، يمكن أن يستغني عنه لمدة قصيرة، وهذا يتم دائما في المبالغ الكبيرة، 100 مليون دولار مثلا، فيودع ذلك لدى بنك تقليدي ويفاوضه على أنه يريد عائدا ثابتا محددا مسبقا على هذا الإيداع. البنك التقليدي يقبل أي وديعة، فيمكن أن يعطيه فائدة، ولكن البنك الإسلامي لا يقبل الفائدة، يريد حيلة يظنها مشروعة، وهذه هي الحيلة التي قالت عنها المجامع الفقهية أنها محرمة. يقبل هذه الوديعة ثم يوكل البنك الإسلامي مع تقديم الوديعة هذه، يوكله بالبيع والشراء نيابة عنه عن البنك الإسلامي، فيشتري سلعا من السوق الدولية، ويبيع هذه البلاتينوم مثلا من لندن، سوق لندن للسلع، يشتري منها، يبيع، يشتريها لحساب البنك الإسلامي ثم يبيعها لنفسه. إذا يتم الشراء وكالة نيابة عن البنك الإسلامي، يشتريها للبنك الإسلامي ويبيعها لنفسه بالأجل بعد الاستحقاق 3 أشهر أو 6 أشهر مثلا، فيشتريها بمئة مليون ويبيعها ب102 مليون لمدة 3 أشهر، معناها يعني سعر الفائدة بمجموعه تقريبا 8% سنويا، لأنه أربع يعني ربع سنة، لمدة ربع سنة فقط، فبمعدل 8% سنويا، فيبيعها لنفسه ب102 مليون. عند ذلك يتم هذا البيع، بيع لأجل قصير 3 إلى 6 أشهر مثلا، وهذا البيع يقوم به البنك التقليدي أيضا لنفسه نيابة عن البنك الإسلامي. وثم بديهي البنك التقليدي لا يريد السلع ولا يتعامل معها، فهو محضر مسبقا مع الوسطاء في السوق الدولية أن يبيعوها، فالمعاملة تتم كلها يعني بمدة لا تزيد عن 5 إلى 10 دقائق، لأنها تتم من خلال هذه الوكالة. وفي المستقبل البنك التقليدي سيدفع المبلغ الأكبر الآن، مبلغ الثمن الأصلي زائد تلك الزيادة التي ظن أنها ربح ولكنها في الحقيقة فائدة، يعني interest، ربا محرم. الآن السؤال، هل يمكن لهذا النوع من المعاملة أن تكون إسلامية كاملة محضة؟ ولنلاحظ أن الفرق، ما هو الفرق بين التعامل الربوي والتعامل الإسلامي؟ التعامل الربوي
في الحقيقة لا يوجد سلع تتداول من يد إلى يد، وهذا التداول هو تداول صوري صار من خلال السوق الدولية، وهو آني وفوري. لنراها هل يمكن أن تكون مرابحة حقيقية بالسلع الدولية؟ نحن نعلم كلنا أن هناك سلع دولية تتداول بين الشعوب وبين الاقتصادات على المستوى العالمي. هل يعني يمكن أن نتذكر واحدة من هذه السلع الدولية؟ البترول مثلا. البترول سلعة دائما تنتقل عبر البحار وعبر القنوات مخصصة، أنابيب وغير ذلك، أو بالبواخر. فهل يمكن تمويل هذه السلع لما تتداول؟ ألا تمول أيضا؟ هي تمول وتتم بالتمويل. مثلا هناك بنوك تقليدية تقوم بهذه الأعمال دائما، فهي تمول الشركات الكبيرة، وبمثال البترول تمول شركات البترول الكبيرة إكسان وشيل وغيرها من كل هذه الشركات. فالبنك التقليدي لديه زبائن يتعامل معهم من هذه الشركات، يشتري يعطيهم قروضا من أجل شراء البترول مثلا من السعودية أو من الكويت أو من إيران أو من عمان أو الإمارات وغيرها، وهذا البترول يصدر إلى مصافي البترول في بلدان الاستيراد في ألمانيا أو فرنسا أو دول أوروبية أخرى. مثل ذلك البترول يصدر خلال أنابيب من روسيا لأوروبا الغربية. هذا البترول عند هذا التصدير يحتاج إلى تمويل أيضا، فشركة إكسان مثلا تقترض من البنك التقليدي لتدفع ثمن البترول، باخرة من البترول لنفرض فيها كذا طن أو كذا برميل كما يتعاملون بالبرميل بالبترول، فتدفع ثمنه وثم ترد ذلك القرض مع الفائدة للبنك. هل يستطيع البنك التقليدي أن يتكسب بتعديل هذه المعاملة؟ لنرى كيف يمكن أن يكون ذلك. البنك الإسلامي إذا لدينا موردون دوليون بائعون للبترول، ولدينا مستوردون دوليون يشترون البترول. البنك الإسلامي يريد عنده فائض من المبلغ لنفرض أيضا 100 مليون دولار، يقول للبنك التقليدي هل تستطيع أن تستعمل ذلك بطريقة مباحة شرعا؟ طالما أن البنك التقليدي يكسب لا تهمه الطريقة الحقيقة، فلا يهمه ذلك. إذا يبين البنك الإسلامي للبنك التقليدي كيف تتم هذه المعاملة، فيقول له اشتري نيابة عني، يقدم له وكالة النقود ومعها الوكالة، اشتري نيابة عني من الموردين الدوليين مثلا من الحكومة السعودية أو من حكومة الكويت أو حكومة الإمارات، اشتري بترول بدلا من أن تعطي قرض لشركة إكسون مثلا أو شركة شيل، اشتري بترول وبع هذا البترول نيابة عني أيضا لشركة شيل أو إكسون استحقاق بعد 15 يوم أو بعد 3 أشهر أو ما هو الاستحقاق الذي يتفق عليه. فإذا مع هذه الوكالة يقوم البنك، هي وديعة لأجل قصير، إذا بالنسبة للبنك التقليدي لا يهم، معها وكالة بالشراء والبيع. فلاحظوا تشبه النموذج المحرم، ولكن الفرق بينهما أن هناك نتلاعب بالسوق الدولية للمعاملة فقط، أما هنا فنتعامل مع موردين دوليين حقيقيين ومستوردين دوليين حقيقيين. فيشتري البنك التقليدي من الموردين الدوليين البترول نيابة عن البنك الإسلامي، ثم يبيعه نيابة عن البنك الإسلامي أيضا للمستوردين الدوليين. فلو كانت المعاملة هكذا لكانت بسيطة وشرعية بكل ما في الأمر، ويأخذ البنك التقليدي لقاء هذه الوكالة عمولة
مثلا المعامله تكون البنك التقليدي يعطي القرض هو من امواله نفسها ب 5% سنويه، هنا سيعطي هذه من اموال البنك الاسلامي ب 5% ايضا سنويا، ياخذ البنك التقليدي 1% ويعطي البنك الاسلامي 4% ربحا محددا مسبقا. بس لاحظوا في هذه المعامله كما هي موصوفة الآن، نلاحظ أن من هو المدين للبنك الإسلامي؟ إذا كانت المعاملة مجرد وكالة، فالمدين للبنك الإسلامي هو المستورد الدولي وليس البنك التقليدي. هل هذا واضح؟ لأن البنك التقليدي قام بالعمل وكالة عن البنك الإسلامي. هل يمكن للبنك الإسلامي أن يطلب ضماناً أكثر بحيث يكون المدين له هو البنك التقليدي وليس المستورد الدولي؟ البنك التقليدي قد يكون أكثر ضماناً، هو أكبر في العادة من الشركة المستوردة. يمكن، أليس ذلك؟ ألا يمكن ذلك؟ يكون عند ذلك أن البنك التقليدي يشتري البترول نيابة وكالة عن البنك الإسلامي، ولكنه يشتريه هو من البنك الإسلامي بربح 4%، ثم يبيعه هو البنك التقليدي يبيعه للمستورد الدولي ب 5%. المعاملة من حيث الأرقام هي نفسها، ولكن المعاملة اختلفت الحقيقة الآن من حيث من هو المدين الذي سيكون مدينا للبنك الإسلامي. إذا اشترى البترول وكالة عن البنك الإسلامي، واشترى منه أيضا بحكم اشترى منه بحكم الوكالة، اشترى منه ب 4% هذا البترول، ثم باع هذا البترول لزبونه ب 5%، يكون المدين للبنك الإسلامي هو البنك التقليدي، والمدين للبنك التقليدي هو المستورد. فهذه المعاملة يمكن أن تتم بطريقين، إما بطريقة البيع للبنك التقليدي أيضا، وهي بيع بربح ثابت محدد مسبقا عند عقد البيع، أو أن تكون وكالة، فالبنك التقليدي يبيعها وكالة، وهي معاملة جائزة لا شيء فيها. لاحظوا أنها تتعامل بالسوق الدولية، ولكنها لا تتعامل مع سوق السلع بحيث تكون المعاملة شكلية غير حقيقية. فإذا هذه المعاملة جائزة. وأيضا يعني لو كشفنا سرا، هو يعني أمر معلوم، من مدة طويلة من أكثر من 30 سنة، البنك الإسلامي الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، وهو كما تعلمون بنك دولي لا يتعامل بالربا، يتعامل بهذه المعاملة في إدارة السيولة. كلما وجد عنده نقدا زائدا يستطيع أن يستغني عنه لمدة قصيرة، وهو بنك كبير بكل تأكيد يتعامل بعشرات ومئات الملايين وأكثر من ذلك، فإذا يقوم بهذه وهي معاملة حقيقية ربحية لا شيء فيها ولا حرمة فيها إطلاقا، لأنها حقيقية. لاحظوا الفارق، أنها ترتبط بالمعاملات الحقيقية في السوق، وليست ولا تتخذ البيع والشراء بشكل صوري لا يقصد منه البيع والشراء. هنا المستورد الدولي يحتاج إلى هذا البترول ويريده ويقصده، والمورد الدولي أيضا يحتاج أن يبيعه، فنحن نتعامل مع السوق الحقيقية. والفارق هنا بين الحل والحرمة، الحقيقة كما قال أحد المجامع الدولية أن السلعة مقصودة لذاتها، أننا نتعامل مع سوق حقيقية فيه البائع والمشتري يريد أن يبيع حقيقة، والمشتري يريد أن يشتري حقيقة، وليست البيوع شكلية لا يقصد منها أبدا الحصول على السلع.
هنا مقصود واضح الحصول على السلع، بديهي أنه في وقت السادات سيكون البنك التقليدي مدينا للبنك الإسلامي بالمبلغ فيسدده له، أو أن يكون المستورد الدولي الذي هو زبون البنك التقليدي سيقبض منه البنك الدولي الثمن في المرحلة الأخيرة ويعطيه للبنك الإسلامي بعد أن يحتفظ بجزئه منه. الآن المرابحة المعكوسة أيضا يمكن أن تكون بنفس الطريقة، بطريقة مشروعة وبطريقة غير مشروعة. وسنلاحظ كيف يمكن أن تكون المرابحة المعكوسة. أولا، ما هي المرابحة المعكوسة؟ المرابحة البنك الإسلامي يشتري السلعة ويبيعها للزبون بناء على طلبه وبناء على وعده. الآن لو قلبنا هذا فأصبح البنك الإسلامي هو الذي يأخذ السلع، أليس هذا ممكنا؟ يعني لا فرق بين أن يكون ألف أو باء، أحدهما هو البائع والآخر هو المشتري. فالآن نقلبها، المرابحة المعكوسة معناها أن يشتري البنك الإسلامي السلعة من الزبون، يطلب من الزبون اشتري لي سلعة وأنا أشتريها منك بربح، وهذا ممكن، لا شيء فيه كفكرة. ولكن البنك الإسلامي لا يريد أن يحتفظ بالسلعة عادة لنفسه، فهذه المعاملة المعكوسة تأتي شركة أو غني من الأغنياء فيقول للبنك الإسلامي أنا عندي 10 ملايين دولار مثلا، أريد عليها عائدا محددا مسبقا، فيقول له البنك الإسلامي حسنا نفعل ذلك، يذهب إلى البنك الدولي، عفوا إلى سوق السلع الدولية، فيشتري نيابة عن الزبون كمية من البلاتين مثلا، ثم يبيعها لنفسه نيابة عن الزبون، ومباشرة يبيعها البنك أيضا في السوق لأنه يحتاج إلى النقود، لا يتعامل بالبلاتين البنك. فهذه صورية أخذت من السوق الدولية بشكل صوري، ظننا أنها مباحة، وجاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وقال هذه ربا غير مباحة، لأن السلعة غير مقصودة لذاتها، بمعنى لأنها ليست معاملة حقيقية في السوق الحقيقية. لا يشتري من يريد البلاتين يشتري بلاتين، بس لماذا يشتريه من لا يريد البلاتين؟ فهي معاملة صحيح فيها بيع وشراء ولكنها غير حقيقية شكلية، لا، السلعة فيها غير مقصودة لذاتها. فإذا هل يمكن أن تكون هذه المعاملة حقيقية؟ بلى، يمكن أن تكون حقيقية كما جعلنا المعاملة السابقة حقيقية. ولننظر إلى مثال يكون فيه المعاملة حقيقية. غير الحقيقية لما نذهب إلى السوق محلية أو دولية ونتعامل ولا يقصد السلعة، لا تقصد لذاتها أبدا، هذه تكون غير حقيقية. ولكن المرابحة المعكوسة الحقيقية هي وديعة بعائد ثابت ويمكن أن تأخذ أحد شكلين، والحقيقة أنها بسيطة أيضا جدا. البنك الإسلامي ألا يحتاج تقريبا في كل يوم أن يشتري كمبيوترات أو أن يشتري مبنى لفرع جديد يؤسسه؟ يعني البنوك الإسلامية دائما تتوسع وتضيف فروعا وتضيف موظفين وتضيف أيضا أجهزة وأنظمة، فتحتاج إلى مشتريات لنفسها. ألا يمكن أن تستعمل هذه المعاملة مع من يسمى ذوي الثروات العالية؟ أننا تعطيني 10 ملايين
فأشتري بها كمبيوترات لأنني أحتاج إلى كمبيوترات، أو أشتري بها مبنى جديدا لفرع لي أريد أن أؤسسه فأشتري الفرع. إذا لحاجات البنك نفسه يمكن أن تؤخذ هذا، فأشتريها نيابة عنك بالمليون بالعشرة ملايين، ثم أشتريها منك أيضا نيابة عنك، يعني أقوم أنا بالمعاملة بكلا جانبيها، أشتريها منك بربح لمرابحة لموعد محدد. فإذا يمكن لهذه أن تكون بشكل بسيط لتمويل مشتريات البنك نفسه، وكل بنك إسلامي عنده مشتريات دائما بصورة مستمرة. هذه أنا أسميها المرابحة المعكوسة الحقيقية البسيطة. عندنا بنك إسلامي، وعندنا زبون يريد أن يودع في البنك مبلغا من المال ويطلب أن يكون هذا المبلغ بربح ثابت محدد مسبق. فالبنك إذن يذهب إلى هؤلاء الموردين الذي يعني نحتاج بكل تأكيد إلى وكالة، وبديهي أن البنك لن يشتري لنفسه إلا ما هو مباح شرعي، هذا أمر بديهي لأنه بنك إسلامي، فيكون الائتمان فعلا يعني قرار قبول الوديعة مبني على الائتمان، درجة الائتمان، والبنك مؤتمن في هذا، وأيضا مبني على أن السلع مقبولة شرعا. فبموجب عقد الوكالة يشتري البنك الإسلامي السلع التي يحتاجها لنفسه نيابة عن الزبون، ويشتريها من الزبون بربح محدد مسبقا بعقد شراء يستحق بعد سنة مثلا أو سنتين أو 5 سنوات، وعند ذلك يدفع الثمن من خلال البنك إلى المورد، هو الوديعة التي هي الوديعة، طلب مرابحة معكوسة تلبية لهذا الطلب، تدفع الوديعة لدى البنك الإسلامي من خلاله، والبنك يمررها مباشرة للمورد لأنها ليست له. ثم يلتزم البنك من خلال البيع الثاني بأن يدفع آجلاً الثمن مضافا إليه، ثمن الشراء مضافا إليه الربح المتفق عليه، وأخيرا بعد عند حلول الأجل يدفع البنك الإسلامي ثمن البيع الثاني للمورد للزبون المودع. إذا ممكن أن تكون حقيقية لحاجات البنك نفسه. هناك طريقة ثانية أيضا يمكن أن تكون حقيقية أيضا، ولكن ليست لحاجات البنك بل لحاجات زبائن البنك. إلى هنا مثل الطريقة السابقة، ولكن عندنا هنا عملاء البنك يطلبون من البنك أشياء كثيرة مرابحة، فيشتري البنك الإسلامي هذه السلع للزبون ويشتريها من الزبون ثم يبيعها لزبائنه الذين طلبوها منه، وهذه تتم بكل تأكيد من خلال الوكالة. لاحظوا الوكالة مفيدة جدا، قد تستعمل في الخير، قد تستعمل أيضا في الشر، فيعني هي وسيلة محايدة يعتمد خيرها أو شرها على كيف استعملناها. فيمكن أن نستعمل هذه السلع إذن لحاجات العملاء وليس لحاجات البنك نفسه، بشكل أن البنك يشتري هذه السلع للمودع ويشتريها من المودع ويبيعها لزبائنه، والمعاملة كلها تتم من خلال 5 دقائق أو 10 دقائق، وفيها أيضا بكل تأكيد قبض حقيقي وسلع حقيقية تنتقل من يد إلى يد. إذا المرابحة المعكوسة يمكن أن تستعمل بكلا الحالتين، بسيطة أو للعملاء
وهي تستعمل بشكل حقيقي. أما إذا استعملت مع كما تفعل كثير من البنوك الإسلامية بخاصة في دول الخليج مع سوق لندن للمعادن، فتكون شكلية وغير حقيقية. خط المرابحة بالائتمان. خط الائتمان معروف في كريديت لاين، يسمى معروف خط ائتمان في البنوك التقليدية، أن يأتي شخص يحتاج إلى قرض ولكنه لا يحتاج إلى دفعة مباشرة الآن، يحتاج إلى القرض على دفعات متعددة، وقد أيضا يحتاج أن يعيد إلى البنك أحيانا. فهنا لو احتاج إلى دفعات متعددة وليس الآن، هل يستطيع البنك الإسلامي أن يعطي خط ائتمان بالمرابحة لزبونه مثل ذلك؟ ويمكن أن يعني فهمنا خط الائتمان أن ننتقل إلى فهم آخر، لنقول يمكن أن يستعمل ذلك أيضا بين البنوك الإسلامية، أو بين بنك إسلامي مع بنك تقليدي، أن يأخذ البنك الإسلامي خط ائتمان من بنك تقليدي. لننظر إلى ذلك. أولا كتعريف، خط الائتمان هو اتفاق، يعني يمكن أن نسميه اتفاق عام، ماستر أجريمنت، اتفاق عام على سلسلة من المرابحات نتفق على شروطها من الآن. فنقول مثلا أن تكون كل مرابحة بسعر مقدار الربح فيها حسب ما يكون لايبر في ذلك اليوم، أو حسب ما يكون سعر الفائدة في ذلك اليوم، أو حسب ما يكون في ذلك اليوم التي تعقد فيه كل صفقة من هذه الصفقات في ذلك اليوم، حسب ما يكون الربح المرابحة الذي يطبقه البنك على معاملات مشابهة، معاملة كذا وكذا وكذا تذكر في العقد، سعر المرابحة التي يطبق على هذا ينطبق على هذه المرابحات في ذلك اليوم. ونحدد مثلا أن كل مرابحة تقوم بها تستحق بعد 3 أشهر، أو أننا نجمع المرابحات في كل شهر من أول الشهر إلى آخره، فنقول في آخره نجمع المرابحات التي تتم خلال الشهر، فتستحق كل مرابحات تتم خلال الشهر بعد 90 يوما مثلا، أو مثل ذلك. إذا كل الشروط العامة كلها يتفق عليها في هذا الاتفاق العام. وإذا هي اتفاق عام على سلسلة من المرابحات تنفذ عن طريق الوكالة، يقصد بها تمويل رأس المال العامل. أعطيكم مثال على ذلك. عندنا محطات البنزين التي تبيع البنزين مثلا للسيارات وللمستهلكين العامين، هذه يعني تحتاج كل يوم إلى إملاء مستودعاتها، يكون لها عادة تحت الأرض في المحطة نفسها مستودعات للبنزين وللمنتجات الأخرى أيضا، للبترول قد يكون كيروسين أو بنزين أو غيره. فتحتاج إلى عادة كل يوم أو يومين تأتيها شاحنة لتملأ لها مستودعات. والموزع يحتاج دائما إلى تمويل لأنه يوزع إلى محطات كثيرة، وهذه المحطات في العادة تدفع له بعد يومين أو بعد 3 أيام أو في نهاية كل أسبوع، لا تدفع كل شحنة بيومها. فيحتاج الموزع إلى تمويل، والموزع يشتري من مصفاة البترول، من شركة تصفية البترول يشتري هذه المنتجات، فيحتاج في العادة إلى تمويل. هذا مثال واقعي يعني فعلي بإحدى الدول أشرفت على وضعه بنفسي يعني أيضا. فنعمل اتفاق عام للمرابحة، هو سلسلة من المرابحات مع موزع البترول، أنه كلما أملأ شاحناته، يعني من الموزعين من يملؤون 100 أو 200 شاحنة كل يوم يوزعوها على محطات البنزين المتعددة المختلفة، فيملأ شاحناته كل يوم،
ويحتاج إلى أن يدفع لشركة مصفاة البترول كل يوم عندما يملأ هذه الشاحنات يدفع الثمن، وتمضي هذه الشاحنات لتوزع البترول إلى الناس، والثمن يقبضه بعد أسبوع أو أسبوعين بعد مدة. فنتفق معه أنه يشتري، نعطيه وكالة ليشتري نيابة عن البنك بسعر لنفرض 10، ويبيع لنفسه نيابة عن البنك بعد أن يستلم، بعد أن تمتلئ الشاحنة. الشاحنة هذه مثلا فيها 1000 لتر أو 100 ألف لتر مثلا، فهذه 100 ألف لتر في الشاحنة، امتلأت الشاحنة استلمها، فيعقد العقد الثاني عند ذلك نيابة عن البنك، يبيع من البنك لنفسه. ويأمر لنا عندما يبيع لنفسه، عندما يشتري في المرحلة الأولى يشتري للبنك، يرسل لنا الأمر ادفعوا لشركة المصفاة مبلغ كذا، اشتريت من شركة المصفاة 100 ألف لتر، اللتر مثلا بعشرة، فادفعوا لها 1 مليون ليرة مثلا، أو بنيجيريا 1 مليون نيرة، يستعملون عملتهم اسمها نيرة. فالبنك يحول لشركة مصفات بذلك الوقت، يدفع لها الثمن بعشرة. الزبون بعد ذلك سيرسل رسالة ثانية، استلمت واشتريت منكم أيها البنك الإسلامي، استلمت واشتريت منك حسب اتفاقنا. فيكون يسجل عليه المبلغ، يستحق بيوم كذا حسب الاتفاق، مع الربح الذي يربحه البنك. فإذا تتم المعاملة لتمويل هذه الشحنات بصورة مستمرة يوميا عندما تنقل، وهذا ينطبق على بضائع أخرى كثيرة تنقل يوميا ما بين تجار الجملة إلى تجار المفرق، وما بين المنتجين إلى تجار الجملة. مقصود منها تمويل رأس المال العامل، أهم عناصر رأس مال العامل، المواد الأولية التي يستعملها التاجر أو الصانع في صناعته، فهي مرابحات لتمويل السلع، ويمكن أيضا أن تشمل الخدمات. يعني لا ينبغي أن نستثني الخدمات، لأن الخدمات يمكن أن تمول أيضا بالمرابحة، وهذا أمر يعني تحدثنا عنه قبل ذلك. فتمول أيضا كثير من أنواع الخدمات بهذه الطريقة. كيف تكون شركة مع بنك إسلامي وهناك موردون، طلب تمويل خط ائتمان بالمرابحة، يقر هذا الطلب ويتفق على أنواع السلع التي ستمول، بكل تأكيد سلع مقبولة شرعا. يقدم البنك وكالة، البنك يعطي الوكالة هنا للشركة، ستشترين أيتها الشركة من المورد نيابة عني، ثم تبيعين لنفسك عندما تستلمي. إذن الشركة تشتري نقدا بصفتها وكيلة، وعندما تشتري ستأمر البنك أن يدفع الثمن، فالبنك يدفع الثمن، وتقوم سلسلة من البيوع الثانية، كل صفقة يتم لها بيع، ويحدد بالتأكيد موعد الدفع لكل واحدة منها. البنك يدفع ثمن هذه المشتريات، تحرر إن لزم سندات دفع لتواريخ المستقبلية، وإن لم يلزم يحدد تواريخ الدفع حسب الاتفاق، وعند السداد يتم السداد عند الاستحقاق. إذا وهذه المعاملة تتم بشكل حقيقة جميل جدا، ويبين لنا أن الإسلام والنظام الإسلامي مبني على التيسير لا التعسير. وطالما أننا ننطبق ونتطابق مع الحقيقة ومع الواقع ومع حقيقة تداول السلع، وليس بشكل صوري، سلع لا تتداول وإنما اسميا نسميها بعنا واشترينا، فهنا تداول حقيقي لهذه السلع وتيسير حقيقي، وديننا مبني على التيسير وليس على التعقيد.
يعني ينبغي أن نلاحظ هذا. خط ائتمان بالمرابحة هي معاملة جميلة جدا مع الشركات، ويمكن أن تقوم بين بنك إسلامي وبنك إسلامي آخر أيضا. يعني لو فرضنا هنا بدلا من الشركة بنك إسلامي، بنك إسلامي يحتاج إلى تمويلات لزبائنه، فيمكن أن يكون بينه وبين بنك إسلامي آخر أكبر منه اتفاقا بالمرابحة، خط ائتمان بالمرابحة، فكلما احتاج لتمويل زبائنه يأخذ من البنك الإسلامي الأكبر، فالبنك الإسلامي يدفع للموردين، ولا بأس يمكن أن يكون هذا الدفع عن طريق البنك الإسلامي الأصغر أيضا، يعني لا يشترط أن لا يكون عن طريقه، فيستعمل هذا أيضا في إدارة السيولة بين البنوك الإسلامية. يعني أحيانا أنا أعرف بعض البنوك الإسلامية عندها اتفاق مع بنك إسلامي آخر، أعطيك وتعطيني، أحيانا أخذ منك وأحيانا أعطيك، فدائما تتم هذه المعاملات. إذا كان عندي فائض أسأله هل تحتاج إلى مال فأعطيك، عن طريق خط ائتمان بالمرابحة أعطيك، وإذا كان عندي حاجة أيضا أسأله هل عندك مال فائض نقد تعطيني وأنا أستثمره. تتم هذه المعاملات بتحضيرات مسبقة. أنا أريد أن أقول شيئا مهما هنا، الحقيقة يكذب من يقول لا نستطيع أن نتعامل في إدارة السيولة إلا بالتورق، فنحتاج إلى التورق. هذا غير صحيح، وهناك بنوك إسلامية موجودة في عالمنا اليوم لا تتعامل بالتورق وتدير سيولتها إدارة جيدة أيضا، يعني هي تعقد هذه الاتفاقات المسبقة مع بنوك إسلامية أخرى. أنا أقول ليس فقط ذلك، بل أيضا مع البنك المركزي ومع بنوك تقليدية يمكن أن تتم، لأن البنك التقليدي الحقيقة لا يهمه إذا كانت المعاملة حسب الشريعة أو ليست حسب الشريعة، البنك التقليدي لا يهمه طالما أنه يكسب فيقبل، إذا عنده فائض سيولة يقبل أن يستعملها من خلال البنك الإسلامي عن طريق خط الائتمان بالمرابحة، لأنه عنده فائض ويريد أن يستربح بهذا الفائض. وإذا كان يحتاج إلى مال فأيضا لا مانع عنده، وكثير من البنوك التقليدية في تعاملها مع البنوك الإسلامية تقبل أن تتعامل معها بهذه الطريقة، أنه عنده بعض المال، يحتاج إلى بعض المال لتمويلاته فيأخذ من البنك الإسلامي، ولكن يقوم بالمعاملة على طريقة مرابحة، خط بالائتمان على طريقة المرابحة. ولاحظنا في مثال سابق أن البنك الإسلامي للتنمية منذ حوالي 30 سنة يقوم بهذه المعاملة مع بنك تقليدي، بخاصة لتمويل شحنات البترول بين الدول، يقوم بها بمبالغ كبيرة مع بنك تقليدي، مع بشكل أخص مع بنك كريدي ليوني وبنك سوسيتي جنرال، بنكان كبيران فرنسيان ولكنهما في الحقيقة يعني دوليان، يتعاملان كثيرا على المستوى الدولي. إذا خط الائتمان بالمرابحة يمكن أن يتم مع الشركات، ويمكن أن يتم أيضا في إدارة السيولة للبنوك الإسلامية. كل الذي نحتاجه هو وجود اتفاق محضر مسبقا أننا عندما نحتاج نستعمل هذه المرابحات. الاستصناع التمويلي هذا يصلح للمشاريع الكبيرة بشكل خاص، ويصلح أيضا يعني لأي تمويل يتضمن استصناعا، فهو الحصول على أصول أو مشروعات بدفع آجل. مقصود منه تمويل أصول ثابتة وتمويل مباني، تمويل مثلا الطرق، في الدولة تريد أن تبني طرقها، ويعني مثل ذلك سنلاحظ في المحاضرة التالية إن شاء الله الأسبوع القادم كيف يمكن استعمال هذا المبدأ من خلال الصكوك أيضا. فإذا هو الهدف تمويل
أصول ثابتة كبيرة أو غالية كثيرة التكاليف، مباني وغير ذلك. عندنا بنك إسلامي، وعندنا البائع أو المستصنع أو شركة التعهدات، شركة البناء أو غير ذلك، الكونتراكترز يعني ما يسمونه كونتراكتر. هناك أمر بالشراء من يحتاج إلى هذا البناء، يقدم للبنك الإسلامي، بالتأكيد سيتخذ قرار التمويل مبنيا على أساس الائتمان، القدرة الائتمانية للزبون، قدرته على الدفع، وأيضا على أساس الشريعة، بلس معناها الشريعة. فعند ذلك يتم بيع استصناع بينهما، وبوقت بنفس الوقت يتم بيع استصناع أيضا بين شركة المباني أو التعهدات والبنك الإسلامي. هذين العقدين يتمان بوقت واحد، ولا حاجة لأي شرط أن يكون واحد قبل الآخر. الاستصناع غير المرابحة. المرابحة نتحدث عن سلعة محددة بذاتها، هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر، فلا بد من القبض الاستلام قبل البيع الثاني. هنا لا يشترط هذا، فيقدم البنك الإسلامي، لاحظوا، وكالة للشاري، من أجل الشاري أن يتابع الصانع. لا يريد البنك الإسلامي أن يتحمل مسألة متابعة الصانع، لأنه ليس خبيرا بذلك، ولا يعني لا يعرف إذا كان هذا فعلا كل مرحلة من المراحل كما يريدها الشاري. الشاري بالتأكيد هو قادر على أن يدرك ذلك، لأنه هو يعرف ما يريد ويعرف ما اتفق عليه أكثر من البنك الإسلامي. البنك الإسلامي هو جهة تمويل في هذا، ولا ننسى أننا نفكر بالبنك الإسلامي، وأقول بين قوسين، ومن الخطر والخطأ أن نفكر به غير ذلك. البنك الإسلامي هو وسيط مالي وليس وسيطا تجاريا، ولا يريد أبدا أن يمتلك السلع أو المباني أو الأصول الثابتة أو غير ذلك، يريد أن يساعدك تمويليا على هذا، على تملك هذه السلع والمباني وغير ذلك، فهو وسيط مالي وليس غير ذلك. إذا التسليم والقبض يتم من خلال وكيل البنك بموجب هذه الوكالة، أمر بالدفع. إذا استلم السلعة يأمر البنك بالدفع، فالبنك عند ذلك يدفع، وأخيرا تسدد الأقساط للبنك على حسب سعر البيع بين الشاري وبين البنك الإسلامي. تصبح المعاملة عند ذلك يعني جميلة وكاملة. البي أو تي، ابني استثمر ثم انقل، كتعريف هو إنشاء مشروعات مقابل استثمارها لفترة من الزمن. أنا مثلا من زمن قديم شاركت بدراستي عقد بي أو تي لبناء مصنع للشوكولاتة في نيويورك، وكان عقدا بين اثنين يعني من غير المسلمين، ولم يقصد منه أن يكون مطابقا للشريعة، ولكنه في الحقيقة كان مطابقا للشريعة، لم يكن بفائدة. فإنشاء مشروعات مقابل استثمارها لمدة من الزمن، الأساس الشرعي لذلك ما هو؟ ما هو الأساس الشرعي؟ أنا وكلتك أن تنشئ هذا المشروع على أرضي، هذا المبنى والآلات وكل ما فيه، وأنت تستأجره مني، تشتري مني المنافع لمدة مثلا 5 سنوات، لابد أن يتفق على المدة، لمدة 5 سنوات تستثمره، أن بمعنى أنك تستأجره. والأجرة، ما هي الأجرة؟ الأجرة التي دفعتها لي هي ثمن الإنشاء، هي ثمن هذا المشروع، إنشاء هذا المشروع. الأرض لي وأصل الفكرة لي، وقد تكون أصل الفكرة فقط وليس الأرض،
لا أملك الأرض، الأرض جزء من الإنشاء. يعني أنت تشتري الأرض وتبني عليها، أنا قدمت لك الفكرة بهذا الشكل. وأنت قبلت هذا، تستثمرها لمدة معينة، بمعنى بنيتها لي فأنا المالك، ولكن أنت استأجرتها لمدة كذا، 5 سنوات أو 10 سنوات، مقابل أن هذا الاستعمال، ثمن هذا الاستعمال هو ما دفعت من تكاليف للبناء للإنشاء كله، وقد يكون بما في ذلك الأرض أو دون الأرض. هذا لاحظه، جميل جدا أن يستعمل في الأوقاف. الأوقاف الآن في كثير من البلدان، عندنا أوقاف كانت مستثمرة، كانت زراعية مثلا، وتوسعت المدن فصارت ضمن المدن، لم تعد تصلح أن تزرع، لأن ضمن المدن قد يكون أحيانا تستعمل سماد عضوي فيؤذي الجيران برائحته. أما في الأرياف فاستعمال السماد العضوي أمر مألوف، حتى يعني في المناطق الزراعية في أمريكا يسمون ذلك يعني الرائحة المنعشة للأرياف، Fresh Country Smell، الرائحة المنعشة للأرياف، هي رائحة السماد العضوي حقيقتها. أما في المدن فلا تصلح هذه الرائحة، فالكثير من أراضي الأوقاف صارت في المدن ولم تعد تصلح للزراعة، أو أنه لا يوجد يعني هذه المبادرات لزراعتها، فتجد الأرض مهملة في كثير من المدن، وتركيا فيها كثير من هذا، أراضي أوقاف حقيقتها مهملة متروكة لا تستعمل. لبناء هذه الأراضي الآن صارت في المدن، فتحتاج أن تبنيها مباني تجارية أو سكنية، استثمارها يكون بهذه الطريقة. إذا تأتي شركة فتقول أنا أبني لك هذا الأرض، فتتفق مثلا مع الأوقاف أنها تبني وتستثمر هذه المباني لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة، وبكل أسهل يمكن أن يكون ذلك شأنه، ذلك شأن أي عقد في الدنيا. أي عقد يمكن أن يكون فيه غبن فيستغل أحد الطرفين الآخر، بكل أسف لأن الأوقاف ليس لها من يدافع عنها كثيرا، فتعطى الأوقاف في بعض البلدان على هذه الطريقة لمدة طويلة، تزيد في الحقيقة عن أي مدة طبيعية للاسترباح. فمثلا لو كانت تكلفة هذه المباني 1,000,000 مثلا، وكان إيرادها بالسنة 200,000، فينبغي أن لا تعطى لأكثر من 7 سنوات أو 6 سنوات. إذا كان العائد في الأسواق 10%، فهي ستدفع 1,000,000 وإيرادها 200 كل سنة، ب5 سنوات تحصل 1,000,000، ولكن هناك أرباح على 1,000,000. لنفرض أن الإيراد 5% في المجتمع أو 10%، عند ذلك يمكن أن نعطيها ل7 سنوات أو 10 سنوات، بحيث يتكافأ مع الإيراد في السوق. هناك مخاطرة أكثر في هذا، نعطي هذا العامل، بس أن نعطيها ل20 سنة مثلا في مثل هذا الحال، إذا كان العائد في السوق هو 10%، نعطيها ل20 سنة، معناها أعطيناها بعائد 20% بدلا من 10، أو 30% بدلا من 10. هذا الحقيقة استغلال وإهمال من المتولي، إهمال لحقوق الوقف من قبل المتولي، وإساءة استعمال، وقد يكون المتولي قد أخذ رشوة في ذلك. يعني من النقاط الطريفة أن ابن عابدين في كتابه في فصل الوقف يقول يعني كلمة، وابن عابدين عاش قبل 150 سنة، ليس بعيدا عنا الآن، يعني عاش في أواخر القرن 1800،
وكتب كتابه هذا أيضا في أواخر 1800، يمكن ما أدري بالضبط ما هو، يعني يمكن أن تجدونه على الإنترنت. ابن عابدين في كتابه يقول: لا تخبروا القضاة بقضايا الأوقاف، لأن القضاة في زماننا مرتشون، أكثرهم بالتأكيد، يعني ما لا يمكن أن يكون كلهم، بس أكثرهم. خبرته مع القضاة أنهم مرتشون، فلا تخبروهم عن الأوقاف لأنهم سيسرقونها ويرتشون، يقدمونها برخص من خلال الرشوة. إذا هذا البي أو تي، ابني استثمر ثم انقل، يمكن أن يكون عقدا استغلاليا إذا كان متولي الأوقاف مضحيا بمصلحة الأوقاف لسبب أو آخر، قد يكون لجهله لا لرشوته، ولكن يمكن أن يكون أيضا عملية استثمارية ممتازة إذا كانت حسب أسعار السوق وحسب ما هو السوق. إذا لإنشاء هذه المشروعات مقابل استثمارها لزمن معين، أساسها الشرعي هي أجرة مدفوعة مسبقا. الأجرة هي تكلفة البناء دفعت مسبقا، وهذا أمر جائز لا شيء فيه. بعد ذلك عادة شروط البي أو تي تكون بحيث يقدم بعد انتهاء المدة، يكون المشروع ممتازا ومستثمرا وجاهزا، ليس فيه نقص وليس فيه يعني إعادة استثمار أو تصليحات أو أن المواد قد أصبحت مستهلكة لا تصلح للاستعمال أو الآلات أو غير ذلك، تكون يعني عند تسليمه جاهزا للإنتاج بشكله الكامل وليس بطريقة ناقصة. النقطة الأخيرة هنا وهي مهمة جدا، التمويل على السحب المكشوف. هل يستطيع البنك الإسلامي يمول على السحب المكشوف؟ السحب المكشوف يعني أن تسحب عندما تريد مالا ولا يكون عندك رصيد في البنك، هذا معنى السحب المكشوف، بمعنى أنه نوع من تمويل متتال تفعله البنوك التقليدية من خلال خط الائتمان. نحن رأينا نموذجا خط الائتمان بالمضاربة. خط الائتمان بالمضاربة فيه يعني تمويل من البنك للشركة، عفوا بالمرابحة، نعم مش بالمضاربة، بالمرابحة. خط الائتمان بالمرابحة، جزاك الله خير، فيه تمويل للزبون من خلال عقود متتالية يقوم بها الزبون وكالة عن البنك مرابحة. ولكن نلاحظ في خط الائتمان بالمرابحة نحتاج أن نحدد دائما لكل مرابحة أو لكل مجموعة من المرابحات خلال الشهر موعدا محددا للدفع وليس مرنا، موعدا يجب أن يحدد مسبقا، لأنه لا تجوز الزيادة في الدين، فإذا في اللحظة التي يشتري الزبون فيها في المرابحة صارت دينا على الزبون لا يمكن تغيير موعد دفعه عند ذلك بأي زيادة، إذا لابد. وهذه قد تنشئ إشكالا قليلا ولكنه إشكال. هل يستطيع البنك الإسلامي أن يقدم مرونة أكثر في معاملته إما مع بنك إسلامي آخر أو مع شركة أيضا، بحيث تستطيع أن يسحب الشركة مثلا، تسحب من البنك، تأمر البنك بالدفع لبعض مشترياتها، وبنفس الوقت أيضا تأمره تدفع للبنك، تعيد بعض هذه الأموال. وأيضا يعني لا يشترط، هل يشترط أن نحدد موعدا مسبقا محددا؟ لنرى هل يمكن ذلك، السحب على المكشوف بالمشاركة. ما هو إذن هذا السحب؟ هو مشاركة برأس مال متغير، ويقصد منه بشكل خاص الهدف هو تمويل رأس المال العام.
يزعم من يقول التورق ضرورة، أن التورق ضرورة لتمويل رأس المال العامل. الحقيقة التورق ليس ضرورة ولا تحتاج إليه أبدا، وهذا نموذج من نماذج العقود التي تغنينا عن أي تورق. يمكن أن يتفق بنك مع شركة مثلا لأن يقدم لها تمويلا بالسحب على المكشوف بالمشاركة، وهذا التقديم يتيح للشركة أن تسحب ضمن حدود معينة متفق عليها، مثلا حتى حد أقصى هو 10 ملايين يمكن أن تسحب، ويمكن أن تدفع تعيد للبنك خلال هذه المدة كلها، مثلا لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة. تسحب وتدفع، تأمر البنك أن يدفع نيابة عنك، أو تسحب أيضا، حتى يمكن أن تسحب كاش أيضا من البنك، ليس فقط أن تأمره بالدفع لمشتريات، تسحب كاش من البنك وتعيد كاش إلى البنك خلال هذه المدة، شريطة أن لا يزيد مقدار ما سحب على المكشوف عن مقدار معين حسب ما هو متفق عليه، وأن تتم التصفية في آخر مدة معينة ولنفرض كل 3 أشهر لنرى كيف تكون هذه المعاملة. ننشئ شركة بين البنك الإسلامي وبين هذه الشركة. عند إنشاء هذه الشركة معلوم كم هو مقدار ما يملكه أصحاب الشركة فيها، معلوم في ذلك الوقت. نأخذ الميزانية وننقحها، قد نحتاج إلى تعديلها، فنعرف ما هي ملكية الشركة في هذا، ملكية الشركة من ميزانيتها، يعني ما يسمى باللغة الإنجليزية الإكويتي. ما هو الإكويتي في هذا الوقت، الجزء المملوك لأصحاب الشركة؟ هذا نعرفه من الميزانية، وأقررنا الميزانية واتفقنا عليه، ثم نتفق لمدة مثلا للتبسيط لنأخذ سنة أو 3 أشهر. كل 3 أشهر ينبغي أن نعمل ميزانية كاملة بكل ما تحتاج إليه من احتياطات ومن ديون مشكوك فيها أو ديون معدومة أو التزامات لم تدفع بعد وغير ذلك، كما هو معروف بفن المحاسبة. فنحتاج إلى ميزانية كاملة نهائية كل 3 أشهر. فإذا هي عقد شركة، ننشئ شركة برأس مال مؤلف من جزئين. الشركة ستدفع في هذه الشركة التي أنشأناها بيننا وبين الشركة، الشركة تقدم كل ملكيتها، وهذا معروف من أول لحظة من تاريخ الميزانية. فهنا يبدأ التمويل من تاريخ ميزانية مقبولة متفق عليها، فمعروف ما هي حقوق الملكية في هذه الشركة. والبنك يسمح لهذه الشركة أن تسحب على المكشوف ما تشاء وترد ما تشاء في أي يوم تشاء حسب حاجاتها، لدفع أجور العمال، لدفع فاتورة الكهرباء مثلا، لدفع أي مشتريات تريد أن تشتري تسحب، أو عندها فائض تعيده تودع في البنك، فهي تسحب وتودع خلال هذه المدة لنقل 3 شهور. في آخر المدة نقيم ميزانية ثانية، نرى في آخر المدة كم هي موجودات هذه الشركة بكل ما فيها، ونعرف أرباحها بالتفصيل. إذا هنا عندنا رأس مال الشركة في الشركة الجديدة التي أنشأناها بين الشركة وبين البنك، معروف رأس مالها من أول لحظة، تمام؟ إذا أما ما سحبته من البنك فهي قد تسحب في اليوم الأول 1 مليون، تعيد في اليوم الثاني 100 ألف، تسحب في اليوم الخامس 10 ملايين، تعيد في اليوم 15
3 ملايين تسحب فيها بعد ذلك، فهي تسحب وتعيد، تسحب وتعيد دائما في مواعيد غير محددة مسبقا لا نعرفها مسبقا. فتكون مساهمة البنك إذا في أعمال هذه الشركة الجديدة التي أنشأناها بين الشركة ومعروف ملكيتها في هذه الشركة الجديدة وبين البنك، تكون رأس مال البنك مساهمة البنك غير معروفة مسبقا. هل هذا جائز في الشريعة؟ نعم جائز. وهناك رأي قوي في المذهب الشافعي يقول إنما في الشركة نحتاج أن نعرف مساهمة كل من الطرفين يوم حساب الأرباح، ولا نحتاج أن نعرف المساهمة من أول يوم. فالآن نأتي ليوم حساب الأرباح، كيف نحسب مساهمة كل من الشركتين؟ ملكية الشركة موجودة من أول الفترة، لو تكن لتكن هذه الفترة مثلا 90 يوما، لنفرض أن يعني السنة مقسمة إلى 4 أقسام، كل واحد منها 90 يوم للتبسيط. فنقول مقدار الملكية، ولتكن مثلا ملكية الشركة كانت 10 ملايين، 10 ملايين مضروبة ب90 هي هذا الرقم نعرفه، 10 ملايين مضروبة ب90 يساوي كذا. نأتي لما سحبته أو أودعته الشركة من البنك، ما سحبته نعتبر إشارته زائد، إشارة الزائد بلس، وما أودعته إشارته ناقص. فهي سحبت بيوم كذا، نحسب من ذلك اليوم الذي سحبت به إلى يوم آخر 90 يوم، آخر المدة المتفق عليها مثلا هو 85 يوم، سحبت 1 مليون ضرب 85 إشارته زائد، ثم أودعت مثلا 0.5 مليون في اليوم العاشر، إذا هذا 80 يوم إشارته ناقص 5 مليون مضروبة ب80 بإشارة ناقص، نجمع الزائد والناقص كل ذلك نجمعه في آخر 90 يوم، ونرى كم هي مساهمة البنك الإسلامي في هذه الشركة بشكل يومي، يعني بشكل نعبر عنه دولار دي أو ليرة يومية، ما هو مجموع هذا المقدار ليرة يومية؟ وعندما ضربنا مقدار الإكويتي الملكية الشركة في هذه الشركة الجديدة، مقدار ذلك ضربناه ب90 يوم، إذا عرفنا مقدار ليرة يومية، فنسبة هذا إلى ذا مجموع مساهمة البنك إلى مجموع مساهمة الشركة تصبح معروفة في آخر المدة، وهي مدة يوم حساب الأرباح، ونوزع الأرباح حسب ما اتفقنا. مثلا نقول الأرباح هي 20% للشركة لقاء إدارتها، والباقي بحسب رأس المال فنوزعه، والخسارة كالعادة بحسب رأس المال. لاحظوا في هذه المعاملة نعطي مرونة كاملة للشركة بأن تسحب ما تشاء وتودع ما تشاء في أي يوم. هل نستطيع أن نقيم هذه المعاملة بين بنكين إسلاميين؟ نعم، بنك إسلامي كبير وبنك إسلامي أصغر يسحب منه ويعيد به على نفس الأساس، عرفنا من أول المدة ما هي الإكويتي، ما هي حقوق الملكية في هذا البنك، ونضرب حقوق الملكية بمجموع عدد الأيام المتفق عليها 90 يوم مثلا أو 365 يوم إذا كان سنويا، ونحسب أيضا مقدار ما ساهمه البنك الكبير مع البنك الإسلامي الصغير خلال هذه المدة أيضا بالطريقة بالحساب الجبري مع الزائد والناقص، وليس يعني كل مبلغ
سحبه البنك الإسلامي الصغير إشارته زائد، وكل مبلغ أودعه إشارته ناقص. نحسب ما هي عدد الليرات اليومية، ليرات مضروبة بأيامها، مجموعها مع أخذ الإشارة بعين الاعتبار هو ما ساهمه البنك الكبير. هل يستطيع البنك المركزي أن يتفق مع بنك إسلامي على مثل ذلك؟ تمويل السيولة، نحن نتحدث في البنك المركزي أن من وظائف البنك المركزي هو تقديم السيولة في الملجأ الأخير، أنه هو الملجأ الأخير لتقديم السيولة للبنوك. هل يستطيع الملجأ الأخير للبنوك التقليدية أن تقدم السيولة للبنك الإسلامي، مش بنوك، البنك المركزي التقليدي أن يقدم سيولة للبنك الإسلامي بهذه الطريقة؟ يستطيع الحقيقة، ولا يضيره شيء، لأنه يقدم مثل ذلك للبنوك التقليدية عن طريق القروض بالفائدة. يقترضون من البنك المركزي ويعيدون للبنك المركزي بالفائدة. فيمكن أن يفعل ذلك بطريقة مشروعة في التمويل الإسلامي. لاحظوا هنا أن هي شركة برأس مال متغير من واحد منهما، ويشترط الاتفاق المسبق على نسبة توزيع الأرباح. في آخر المدة نعرف نسبة مساهمة كل من الطرفين، ولا يشترط أن يعرف ذلك في أول المدة، نحتاج إليه عند توزيع الأرباح، ويمكن فيها وضع سقف لربح أي طرف. البنك المركزي نقول الحد الأقصى لربحك أن لا يتجاوز 10% من مساهمتك، والباقي للبنك الإسلامي مثلا، أو عكس. يمكن أن يوضع حد أقصى لمساهمة لربح أي من الطرفين. في هذا نكون قد أنهينا مناقشتنا اليوم، وفي نظري مناقشة اليوم هي أهم مناقشة في رد دعوى من يظن أن التمويل الإسلامي لا يتعامل أو من الصعوبة التعامل مع السيولة في البنك الإسلامي. وإدارة السيولة، إدارة السيولة متيسرة جدا في البنك الإسلامي من خلال عقود إسلامية مشروعة، وليست عقودا تقوم على التورق أو تقوم على خيانة أو الخروج عن المبادئ الأساسية في التمويل الإسلامي. والآن إذا كان هناك أي أسئلة أو أي تعليقات من أي من الحاضرين، فأرجو أن يتقدم بها. عندنا حاضرون الآن معنا؟ طيب، تفضلوا، إذا كان عندكم أي أسئلة فتفضلوا. إذا كان ما في أسئلة نختتم، وإن شاء الله الاثنين القادم سنتحدث عن السكوك، وبعدها يكون عندنا محاضرة على التأمين الإسلامي، وبإذن الله نختم بذلك إن شاء الله تعالى.